لا الرحمن الرحيم، حنكمل النقطة الثانية، الأسس العامة لتنظيم عملية الحفظ. في عندنا تقريبا اللي هو 11 نقطة بيتحدثوا عن اللي هي الأسس العامة يعني لعملية تنظيم اللي هو الحفظ. يعني هذه النقاط ال 11 نقطة لو جينا احنا حكينا عنهم بشكل يعني عام، كيفية اللي هو كيف بده يتم عملية تنظيم عملية الحفظ في هذه اللي هي الوثائق والمستندات والبيانات اللي هي المطلوبة بالنسبة لعملية الحفظ وكيفية عملية حفظها حتى تساعدنا في عملية اللي هو استخراج اللي هي الملفات. يعني بهمنا أول حاجة، يعني إحنا ممكن كمان يعني بالنسبة لعملية الحفظ لازم أحفظ الأوراق والملفات اللازمة فقط وليس جميعها، يعني اللي أنا بحتاجها وضرورية هذه لازم أحفظها. أحدد رقم كمان، يعني ممكن أحدد من الأسس كمان المهمة في عملية تنظيم عملية الحفظ إني أحدد رقم لكل ملف حتى يساعدني في الوصول إليه واستخراج هذا الملف أو وضع فيه اللي هي الورق المطلوب. يعني هنا ممكن في أوراق، ممكن في داخل الملف نفسه، ممكن كمان إيش أنا أسوي برضو أعطي أرقام متسلسلة حتى تساعدني في الوصول إلى وضع ورقة أو استخراج ورقة من داخل هذا الملف من خلال رؤيتي لهذا الرقم. ممكن أعمل كمان اللي هي من الأسس المهمة كمان هنا إني أعمل قائمة محتويات، أعرف في داخل الملف أو ممكن في أدرج أو خزائن عندي إيش في الخزانة هذه بتتعلق بملفات إيش، أو في أوراق في داخل هذا الملف إيش. ممكن أعمل كمان قائمة فهارس أو محتويات لكل ملف في هذا الملف وإيش في داخل هذا الملف. ممكن كمان إحنا النقطة مهمة جدا، يعني اللي هم عندنا تقريبا يعني 11 نقطة، في نقطة كمان مهمة هنا جدا اللي هي النقطة السادسة، هي بتتحدث عن اللي هي الملفات. هنا الملفات يجب على مراعاة سعة الوعاء وعدم تكدس اللي هي أو تكديس اللي هي الوثائق داخله، لأنه هنا كل وعاء له حفظ له سعة معينة، مثلا في من 50 في 100 في 200 في 350 مثلا في 400 حسب اللي هو حجم الملفات وحسب اللي هي. وطبعا في ملفات احنا كرتونية تكون هذه بتتحمل اللي هي في وضع الأوراق في داخلها حتى نحفظ اللي هي الملفات بشكل مهم وما يصيرش فيها تلف أو تمزق من خلال استخراج أو استخدام هذه اللي هي الملفات. يعني هذه أمور كلها نقطة مهمة جدا. كمان إحنا ممكن نقطة سابعة بحكي هنا عناوين يعني أو أسماء الملفات ورموزها عليها في المكان المناسب، ممكن إحنا نكتب على حافة الملف حتى تسهل علينا رؤية هذا الملف بشكل سريع. بكتب مثلا هذا ملف صادر هذا وارد، أو ممكن أعطيه رمز معين في هذا المجال. بتختار الأماكن اللي هي أوعية الحفظ في الخزائن وين أوضع اللي هي الأماكن عملية الحفظ. يعني لو كان في عندي دروج ممكن أضع بطاقة لاصقة على الدواليب أو الأدرج من الخارج حتى يبين لي يا إما رمز معين يا إما مثلا اللي هو اسم اللي هو الملف في هذا الصدد. يعني أنا لو جيت قلت لك هنا مثال معين، مثلا مثال في عندنا مثلا قبول وتسجيل عامل لكل دفعة مثلا من طلاب سكرتارية مثلا 2018 2019، وفي عندنا سكرتارية 2019 2020. يعني أنا بوضع على اللاصق عشان هذا كل درج بتعلق بملفات طلبة في سنة كذا وسنة كذا. هذه اللي هي اللي كمان يعني الأمور المهمة بالنسبة للأسس العامة يعني العملية اللي هي الحفظ. يعني احنا بنحفظ الملفات بشكل مناسب ليش؟ لأنه هنا بيساعدنا في عملية استخدام هذه اللي هي بالطريقة سريعة ومناسبة. يعني عملية الحفظ أنا لما أجي بشكل مرتب وأنيق بيساعدني في الوصول إلى الملف بشكل سريع.